تعالى كده اعرفك اهم الاضافات اللي هتكون في التحديث الجاي قبل اي حد. اول حاجه عوده الخريطه الثلجيه، ودي اللي ما شفناهاش من 2018. تاني حاجه هو اضافه الدور الثاني او اكمال الدور الثاني في منطقه البيك، تقدر تطلع في الدور من الناحيه دي او من الناحيه دي. ثالث حاجه طبعا هو تجمد كل البحار او البحيرات في اللعبه، اي مكان في بحر هيكون اتجمد طبعا بسبب فصل الشتاء. بعد كده لو رحت عند اي صندوق تقدر تطلع منه لوت، هتطلع اربع تلجات مره واحده، وبرده هنا تقدر تاخد تلج مؤقت. في حاجه جامده جدا اتضافت، هو الدروب اللي بيتطور او حتى الصندوق تقدر تطلع منه مهاره شخصيه اضافيه. يعني انت مثلا يكون معاك رونالدو وتقدر تضيف اي شخصيه تاني اليوك مثلا شجره ايا كان، بس تستخدمها مره واحده بس. هنا زي ما انتم شايفين دي بوابه زمنيه بتحطها في المكان ده تطلع في المكان التاني. طبعا لو بتجري من سكواد تقدر تستخدمها وتيجي. اكتب لي رايك تحت عن الاضافات دي واستنوا الجزء التاني.